أخطاء العدد من حيث تمييزه. أحكام التمييز المعدود من حيث الإفراد والجمع ومن حيث الإعراب كالآتي: ألف، تمييز الأعداد من 3 إلى 10، جمع مجرور على الإضافة. باء، تمييز الأعداد من 11 إلى 19، مفرد منصوب على التمييز. جيم، تمييز العقود من 20 إلى 90، مفرد منصوب على التمييز. دال، تمييز المئات والألوف، مفرد مجرور بالإضافة. وتتصل أخطاء تمييز العدد بنصبه حيث يقتضي الجر، أو جره حيث يقتضي النصب، وإفراده حيث ينبغي الجمع، أو جمعه حيث ينبغي الإفراد، نحو قولهم: تبعد الفلوجة عن بغداد 59 كيلومتر، وصحيح القول 59 كيلومترا، ومثل قولهم: يستوعب في الحد الأقصى 70 طالب، وصحيح القول 70 طالبا، ومثل قولهم: بسعة 30 متر مربع، وصحيح القول 30 مترا مربعا، ومثل قولهم: بلغت كلفته الإجمالية 10 مليون دينار، وصحيح القول 10 ملايين دينار، ومثل قولهم: 17 طائرة مروحية، وصحيح القول 17 طائرة مروحية، ومثل قولهم: من مجموع 20,000 منتسب، وصحيح القول 20,000 منتسب.